نفصل ما بين قضيتين، ما بين استهداف السفارات هذا اللي دائما تعودنا عليه واللي تبرأت من عنده جملة وتفصيلا للفصائل لسببين رئيسيين، أولا ما يليق بيها لأن استهداف بدائي، وثانيا مو جزء من مشروعها، يعني ما مستحية هي من تضرب القواعد الأمريكية داخل حتى العمق السوري، لكن مو 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 مزاجها الآن ولا رؤيتها، هاي وحدة. والثانية الصراع ما بين المكون، ما بين الكتل المقرات الحزبية، يعني قالوا مقر تقدم القصف، مقر عزم القصف في اليرموك والعمليات بغداد، قالت لا يوجد باستثناء المقر اللي تمت القاء عليه قنبلة يدوية تصنع بالأعظمية. ونعرف احنا حجم الصراع السني بين السيد الحلبوسي وبعض الشخصيات من أهالي الأعظمية الذين رفضوا أن يصوتوا بعض الأصوات وتم مزاحمة بعضهم، سيد عبد الكريم ووجوده في منطقة السيدية وغيرها. يبقى هذا الموضوع، هي أصلا احنا ساد نجم مو الحمد لله والشكر هسه جاي تنضرب بنايات، احنا كل عملية سياسية عندنا اغتيالات كل دورة نيابية، هسه ممكن هاي ما اعرف الاخوة الضيوف يأيدوني انه احنا في سابقة كان عندنا قتل اغتيال لمرشحين، وكان عندنا عملية تهديد لمرشحين، ثم عملية قتل لشخصيات، الان لا، ده على البنيان سهلة ان شاء الله. عملية استهداف الإطار وتشويه صورته بهذا، هو هذا عملية صناعة حدث، هو هذا مقدمات للذهاب. لهذا تجد بعض القوى السياسية محضرة روحها، والله السلاح المنفلت ولا غيرها يا أخي، من واصل زين سيد هاي عملية تشويه قوى الإطار. أستاذ عباس، لماذا تعتقدون أو يتسلل إلى خلدكم أو إلى أفكاركم، أو البعض يحاول أن يقول لكم أنه فيما إذا لو شكل السيد الصدر الحكومة أغلبية وطنية بأنه ستنصب المشانق لمحددين في الإطار التنسيقي، ليش عندكم هذا الإحساس؟ من يعمق هذا الإحساس؟ ولماذا وصلتم إلى هذه القناعات بموجب أي معطيات؟ أنا سبق وقلت لك الرسائل الآتية من خارج دائرة السيد الصدر تتحدث عن سبايكر وعن مشانق وعن الثأر من المالكي وعن الثأر من شيخ قيس وعن الثأر من العسكري وعن الحديث عن السلاح وغيرها وغيرها، كثير من الرسائل جاء تصل، أي فضلا عن رسائل أمنية تصل من شخصيات سواء كان من الجهاز يعني الخارجي أو غيره إلى شخصيات بالرسائل بالأسماء، نلتقي بكثير من قيادات الإطار ويتحدثون بصراحة. بلا وضح لي يا سيد عباس، مدام أستغل وجودك، مدام أكو رسائل من الخارج يتحدثون بأسماء بصراحة. أي شنو يتحدثون بصراحة، يقول لك راح عدم المالكي، يتحدثون بصراحة عن شخصيات هذه أمنيات، يعني أنت مو سهولة قضية إعدام وغيرها، يعني أكو قانون وأكو ضوابط وأكو مبادئ وأكو قيم وأكو نظيم أكو قانون وأكو قضاء، لكن أكو أحسنت وهذا مهم جدا. ليش أنا أقول أكو رسائل أخرى تأتي من الآخرين؟ لا أصبر لي يعني السيد، يعني اسمح لي من شخصية مثل السيد عمار الحكيم يلتقي بالسفير الأمريكي السابق زلماي خليل زادة في أحد المناسبات ويتحدث له بصراحة أنه سيفعلون كما فعلوا، ما دمتم لا تريدون عدوا عاقلا مثل ما حدث في أفغانستان، إذا سنترك العراق ونترك الوضعية. هذه إشارات إلى من تتركها، إلى من تتركها؟ مثلا بعض الشخصيات تحدثت بصراحة أن تم وصول رسائل من قوى سياسية وسيطة إلها كردية أو سنية أنه يا أكو تحضيرات لهذا الموضوع، أكو تحضيرات لهذه القضية، فتح لهذا الملف، التعامل بهذا الملف وغيرها. هذه عوامل بالأصل أستاذ عباس نجم، حتى انتقل للدكتور الدعمي، اسمح لي بس بهذه، اسمح لي نعم، هو حتى تنتقل بهذه وأنا هم أطلب رأيي ورأي الضيوف الكرام. أقول أنا أي عملية استقرار لأي حكومة تبدأ بعوامل الثقة، إذا انسحبنا عوامل الثقة ما تستقر لعندي لا الحكومة ولا العملية السياسية ولا راح تنتج. يا سيد عباس، متى كانت هنالك ثقة بين القوى السياسية حتى الآن تنتزع بين من عندها الثقة؟ ما هي العملية السياسية بنيت على عدم الثقة والتشكيك بين مكوناتها البعض للبعض. طيب نستمر بهذا المشهد لو نحاول انه نقضي على هذه الحالة. نتمنى. من الواجب انه نقضي عليها حتى نتحدث. نتمنى.